بروح واخد القراية اللي من تحت وباخدها زي ما هي، ما بقسمش على حاجة ولا بضع. لو على 10 باخدها من فوق زي ما هي، لو على 30 باخد من تحت وبضرب في 10، لو على 100 باخد من فوق وبضرب في 10، لو على 300 باخد من تحت وبضرب في 100. كده هنحسب عندنا الـ I density والـ R distant between light source and point of interest. عندنا الـ I تناسب العكسية مع R تربيع، والـ I بقى الـ I بتساوي C أس سالب 2، وهنعمل لين في الآخر هتقول لين I بتساوي سالب 2 لين R زائد لين C. فعندنا هنجيب الـ density والمسافة، كل ما اتحرك هنقيس الـ density من فوق من هنا كل 5 سنتي، هنزود كل 5 سنتي فهتقل الدنستي. فهنحسب كل 5 سنتي المسافة، يعني مثلا على 5 هتبقى النتيجة بتاعت الدنستي كام، وعلى 10 الدنستي بتاعتها كام، بس بنزود 2.5 اللي هي المسافة هتبقى من أول هنا لحد هنا، بس هنزود 2.5 عشان المسافة باللمبة. الكيرف والجدول واللين لين اي هيكتب لين اكس، ونحسب الكيرف، ولازم السلوبي لازم يطلع سالب 2 او ما يقرب منه. بعد كده بخش على التجربه السادسه اللي هي جلاس ابسوربشن كوفيشنت، دي ديتيرمينيشن ذا جلاس ابسوربشن كوفيشنت، اللي هي هنحسب الاي ترانسميتد لايت انتنستي والاي نود زي ماكسي فاليو اوف لايت انتنستي والنيو ابسوربشن كوفيشنت والاكس سيكنس اوف جلاس. الادوات اللي هنستخدمها ناتشرال لايت وفوتوميتر ولينير ترانسليتر وجلاس واوبتيكال بنش. هنستخدم نقيس الاول السمك بتاع الازاز، هنقيسه وبعد كده نحطه في المكان دوت عشان نقيس الانتنستي بتاعت الازاز، وبعد كده نزود نحط مثلا عشان ده نحط الازاز ده برضه ونحسب. كل مره بنحسب كده، بعد كده نرسم برضه كيرف ونحسب منه السلوب، لازم ما يقرب منه سالب نص.